مواصل في الموضوع تاع سريان النزل، عندي نقطة اللي بعدها يدرس مدرسة الباي فلو، لما نحل النظام البعدي للتدفق داخل الباي، ذا اوفر اول هيد لوس فور باي سيستم كونسيست اوف هيد لوس ديو تو فيسكوس افكت، يعني ده احنا قلنا معادلة الانرجي كويشن فيها فاقة الطاقة اللي هو يمثل اتش ال. فكيف التعرف على انواع فاقة الطاقة؟ قال لك في فاقة نتيجة التأثير للزلزال في الباي نسميه المجر لوس، فواقة أساسية نرمزها برمز تشيل مجر. هذا لما لازم نعرف ان الان يكون عندي تشيل مجر فوق الاساسيه لما يكون عندي بس تسكت نتيجه تاثير اللزوجه. واحيانا في لوس باز باي كومبوند لما يكون عندي مركبات داخل الباي زي مثلا داخل السيستم عندي زي مثلا البلط اللي هو صمامات او البو الاكواع الى اخره، او يكون عندي بنت او يكون عندي اي نوع من انواع المركبات داخل السيستم، هذه تسبب لي اتشيل ماينر فواقد بسيطه او طفيفه. اذا عندي قيمه الهيد لوس في انرجي كويشن اللي شرحناها قبل شويه عباره عن اتشيل ميجر فواقد اساسيه نتيجه وجود لزوجه. انت يكون عندي اتشيل ميجر لما يكون عندي في لزوجه، ما فيش عندي لزوجه اذا ما عنديش اتشيل ميجر، ما فيش فواقد اساسيه. نفس الشيء بلس اتشيل ماينر فواقد طفيفه لما يكون عندي في السيستم اللي عندي، لما يكون عندي سيستم معين موجود فيه كومباوند مركبات، يعني مثلا عندي باير وبعدين عندي فيه كور، بعدين يجي عندي مثلا داخل هذا السيستم في صمامه، بعدين في تين تفرغ، فلما انا مثلا انت وهنا طبعا الاوت وهنا الاوت، السيستم هذا هذه الالبو والفرغ، هذا الالبو والفرغ والتين، هذه كلها الحاجات هذه كلها تسبب فاقد في الطاقه، الفاقد في الطاقه هذا نتيجه وجود المركبات هذه تسميه تشيل ماينر اللي هو فاقد بسيطه نتيجه وجود الكمبوند. اذا كان السيستم عندي ستريت ما فيش لا فيه البو ولا فيش صمامات او فيش تي، اذا يعني قيمه التشيل ماينر هذه نكشف مهمله، ما فيش يعني ما عنديش الانظمه هذه. فانت في سيستم عندك لازم تقلل من الحاجات هذينا هتسبب لك فاقد في الطاقه، لما يكون الديزاينر اللي بيصمم منظومه فلوي معين منظومه لازم الحاجات هذينا تحاول قدر الامكان يقلل منها، لان هذه الحاجات هذينا تسبب لي فاقد في الطاقه لحركه الماء من نقطه مثلا من ستارت مثلا من الفلت من الحقل لغايه من الوسطى للريزرفوار التاك، لازم يكون عندي اقل ما يمكن من الكومباوند. فاذا نحن لازم نعرف ان اتش ال فاقد الطاقه عباره عن اتش ال مجر فاقد السي نتيجه وجود اللزوجه، وفي اتش ال ماينر فاقد بسيطه نتيجه وجود الكومباوند. كيف نحسب قيمه المجر بلس فواقد الاساسيه نتيجه الفيسكس افكت؟ لازم نقدر نعرف قيمه الفيسكس قيمه المجر بلس اتش ال مجر عباره عن الكميشن بتاعها هذه المعادله لف في ال على دي في تربيع على 2 جي. طبعا البي هي افريج بلس داخل الباي سرعه اللي بيتحرك بيها سرعه وسطى داخل الباي بي ال باي طول الباي اللي عندي الدي هو الباي ديامتر قطر الباي الاف اللي هو الفريكشن فاكتور معانا الارتكاب عندي البريشر دروب فاقد في الضغط اللي هو الدلتا بي هو عباره عن بي 1 ماينس بي 2 زي مثلا بيجيك فرق الضغط بين نقطه 1 ونقطه 2 اللي هو الدلتا بي هسوي 1 ماينس بي 2 ونحن عرفنا الاستاتيك بريشر الشيء الاول هو عباره عن جاما في اتش الاتش هنا هو عباره عن شيل فنعوض قيمه الشيل هي تمليون هتساوي الدلتا بي هتبقى لما نعوض هنا جاما لما هنا الدلتا بي دلتا بي هتساوي جاما في اتش ال لو عوضنا جاما في اتش ال اللي هي اف في ال على دي بتربيع على 2 جي. نحن عارفين قيمة الجاما على جي هي عبارة عن شنو؟ نحن عارفين قيمة الجاما بتاعتها عبارة عن رو في جي. فلما نقول لك هنا جاما على جي هذا شو يساوي؟ هيساوي الرو. فحول قيمة الجاما على جي نحط مكانها رو. إذا القانون بتاع البريشر دروب اللي هو دلتا بي هيساوي اف في ال عادي رو في تربيع على 2. عارفين كيف جت قيمة الرو؟ خلال هذا الأنسة والتحليل للمعادلة. قيمة الفريكشن فاكتور في المجر
يحسبها. جمع في حالة لغي مخلوق نترجم قيمة الفريكشن فاكتور على 64 على الريلز نمبر على طول. قيمة الفريكشن فاكتور في القانون بتاع الميجر لوس نترجمها ل 64 على الريلز نمبر. هذا في حالة فقط لما يكون عندي لغي مخلوق. لكن في حالة التربيت فلو تقدر تجيبها عن طريق المعادلة اللي هي المعادلة المعقدة هذه اللي هي واحدة جدا له ماينس 2 لوغاريتم اي على دي ابسل على دي 3.7 بلس 2 ومد 51 على الريلز نمبر في الشتا التربيعي. طبعا في حالة التربيت فلو تقدر تجيب الريفلكشن فاكتور عن المعادله هذه عن طريق التراين ايرور او تجيبها من حاجه اسمها المودي شارب. المودي شارب طبعا في ابسلون على دي اللي هي نسميها ريلاتيف رفنس اللي هي خشونه نسبيه. في المودي شارب عندك في الشكل كيف نجيب اول شيء في المودي شارب كيف نجيب قيمه الابسلون اللي هي الكوربنت رفنس وهذا طبعا ديمتر. الابسلون العادي هيثبت لي الخشونه النسبيه. قيمه الابسلون هذه اللي هي الكونفنت رفنس عن طريق نوع الباير حددها في التيبل 8.1 عندك لما يكون عندك هنا طبعا انواع الباير انواع الباير وهنا عندك القيمه الكونفنت رفنس للخشونه الابسلون اللي هي قيمه الخشونه عن طريق الوحدات يا اما في النظام الانجليزي او بالمليمتر في النظام العالمي. عن طريق طبعا قلنا نوع الباير تقدر تحدد قيمة الابسلون. هنا طبعا ريبتد ستيل فيه انابيب خرسانية فيه وود ستيل فيه كاست ايرون انابيب حديدية على حسب نوع الباير تقدر تحدد قيمة الابسلون اللي هي الكوربتنس يا اما اذا كان عندك الوحدات النظام الانجليزي او كانت من الوحدات النظام العالمي. لما تحدد قيمة الابسلون تقسم قيمة الابسلون هذه الكل بتنافس طلعناها من نوع الباي تقسمها على قيمتها هذا كل مرة عبارة عن يمثل لي ابسلون على دي. وطبعا المحور هذا يمثل الروز نمبر. لما تحدد قيمة الروز نمبر اللي هي رو بي على ميو تحسبها تطلع بها عمودية تطلع بها مثلا قولوا هنا تطلع بها عمودية لعل ما تتقاطع مع الشرطات هنا اللاين هذا الخطوط هنا يمثل لي ابسلون على دي. فمثلا يقولوا احنا قيمة ابسلون على دي عندي باي او او 4 وعندي قيمة الروز نمبر 10^5 فتقطع بها عمودي لغاية ما تتقطع مع قيمة تقطع فيها مع قيمة الابسلون على دي. لما تتقطع بالنقطة مع المحور هذا اللي هو مادة الابسلون على دي اللي احنا حسبناه من خلال القيمتين الروز نمبر والابسلون على دي نقدر ندير اسقاط عمودي على المحور هذا اللي هو يمثل لي قيمة الفريكشن فاكتور. قيمة هذين يمثل الفريكشن فاكتور فتقطع لي قيمة الفريكشن فاكتور مثلا نقول طلعت لي 0.0 هنا تطلع 0.03 في هذا الاكزامبل كذا المثال. نكمل في موضوع الفيسكس السريع للزج في داخل الانابيب. عندي اكزامبل اير اندر ستاندرد كونديشن يعني درجه هواء تحت الظروف القياسيه ثرو 4 ملم دايمتر يعني الهواء يدفع خلال باي او القطن بتاعها 4 ملم داون تيوب معطيك نوع الباي وذ ذا افريج فيلوستي بسرعة متوسطة V تساوي 50 متر بالسكند فور سس كونديشن فلو وورد نيوماني توربنت يعني من ممكن يكون السريع عندي الهواء توربنت فلو هاويفر بسيسنج ذا ار تيكينج اسميت ستيفيجنس تو ذا فلو ذا انترنس تو ذا تيوب از فيري سموث يعني مدخل التيوب اللي عندي هيكون ناعم جدا ذا اير داست فري ذا تيوب does not vibrate يعني التيوب هذا ما يتصرفش اهتزازات. It may be possible to mean laminar flow من المشاهد انه هو يكون تدفق منتظم. المطلوب A determine the pressure through احسب الفرق في الضغط in 0.1 متر section of the tube احسب لي الفرق في الضغط خلال هذا السيستم مقطع خلال المقطع 0.1 متر خلال المقطع طوله من التيوب 0.1 متر إذا الفلو استمر انا حددت لك قال لك احسب لي الفرق في الضغط لما يكون عندي لامينار فلو. المطلوب بي ريبيت ذا كالكوليشن إذا الفلو از توربنت يعني عاود حل المساله في المطلوب ايه احسب بوش دروب لكن حط في اعتبار ان الفلو عندك توربنت. فكيف نتعامل مع هذا الاكزامبل؟ هنشوف السوليوشن الحل بتاع الاكزامبل. انا استخدم التمبرشر يعني يقول لك تحت الظروف القياسيه تقدر تطلع منه قيمه الرو بتاع الدنسيتي بتاع الهواء طبعا هو قال لك هواء فتقدر تجيب منها الرو
وبتقدر تجيب النيو الديستي والليزوجا. فالريوز نمبر عارفين احنا قلنا اول شيء نحدد الريوز نمبر اللي هو ار اي عباره عن رو بي بي دي على ام يو. الرو بتاع الهواء 1.23 مضروب في الافرج فيلوسيتي اللي بعطيها لك السرعه المتوسطه 50 مضروب بالديامتر. طبعا هو الديامتر معطيك التيوب الديامتر بتاعه 4 ملم تقسم على 1000 عشان تحولها للمتر. لازم ننتبه للتوحيد النس، لازم يكون النس متجانس ما يكونش وحدات المتر وحدات المليمتر، ما ينفعش لازم تكون وحدات متجانس. على العلم المزوجه بتاع الهواء هي 91 في 10 اس ماينس 5 نيوتن سكند على المتر مربع. هذا بعرف نحسب القيمه هذه بعرف نقصها 1700 هذه قيمه الريوز نمبر في الظروف اللي هي موجوده عندك في الكونديشن الموجوده عندك في هذه المساله. في المطلوب ايه؟ قال لك اذا فلو يكون لنا فلو لما يكون عندي سريان منتظم. لما يكون عندي سريان منتظم نحن عارفين الفنكشن فاكتور تو قبل شويه ذكرناه في المحاضره اللي هي عباره عن 64 على الريوز نمبر. هذا فقط القانون هذا بحساب الفنكشن فاكتور لما يكون عندي لنا فلو. ف 64 على الريوز نمبر انا حسبناه 3900 تقسم القيمتين هذه تعطيك قيمه الفريكشن فاكتور طبعا حوالي 0.00467 هذه قيمه الريوز نمبر في حال يكون لنا فلو. قال لك الفريكشن دروب قال لك مطلوب ايه زي ما هو مطلوب قال لك نبي قيمه الضغط الضغط او الفرق الضغط خلال مقطع طول التيوب 0.1 متر هذا يمثل ال. نحن عارفين قانون البريشر دروب اللي هو دلتا في عباره عن يساوي اف في على دي نص رو في تربيع. هذا قانون نحسب فيه البريشر دروب داخل اي سيستم موجود عندنا. فنعوض قيمه البريشر فاكتور حسبناها قيمه ال لن اللي هو احسب لي قيمه البريشر دروب وين؟ خلال مقطع بتاع 0.1 متر هذا يمثل ال على الديامتر اللي هو عباره عن مقطع تيوب اللي مساحه المقطع بتاعها دائريه فتبدا ضايع الاربعه يعني او هو عباره سوري انه هو انا ديامتر مش مطلوب مساحه هنا مطلوب ديامتر ديامتر اعطيه لي بالمليمتر حولناه للمتر مضروب في نص في رو نسبه بتاع الهواء مضروبه في في تربيع الافرج فيلوسيتي اللي هي 50 تربيع فتحسب القيم هذه تطلع دلتا في حوالي 179 كيلو باسكال هذا هو الفرق في الضغط في المطلوب الاول بيكون لنا فلو. في حالة التربت بنفس الطريقة اللي هو حالة التربت هنطلع حالة التربت هنا طبعا نفس القيمة بتاع الريوز نمبر موجودة عندي لكن هيفرق عندي على قيمة الفريكشن فاكتور في لما فلو عارفين انها كده تساوي 64 على الريوز نمبر لكن في حالة التربت لازم تجيب قيمة الابسلون اللي هي الكوربل ترافلز كانت في النسبية من تيبل 8.1 اللي قبل شوية ذكرناه عن طريق نوع التيوب تقدر تحدد منه قيمة الابسلون هو معطيك الدرون تيوب في المسألة معطيك نوع البايب ونوع التيوب هو درون تيوب فتمشي تيبل 8.1 وتطلع منه قيمة الابسلون طلعت حوالي 0.015 ملم طبعا احنا نظام وحدات زي ما قلنا في التيبل في نظام وحدات انجليزي ونظام وحدات العالم فهناخد قيمة النظام العالم فلما طلعنا قيمة ابسلون هنقسم قيمة ابسلون على ال. ليش جبنا نسبة هذه اللي هو ريشيو الخشونة النسبية؟ لأن أنا عندي في المودي شارت قيمة ابسلون دي هندورها فتقسم قيمة ابسلون طلعناها على ديامتر طبعا معطيات المليمتر فهنا بالمليمتر وهنا بالمليمتر يمشي بعض فهذا عبارة عن نسبة هتطلع لي حوالي 0.375 هذه قيمة ابسلون عادية. طبعا من خلال قيمة الريوز نمبر حسبناها في البداية وقيمة الابسلون العادية طلعناها نمشي للمودي شارت زي ما نحن عارفين المودي شارت هو عبارة زي كنا بهذه الكافية في كيرفات هنا القيم هذه تمثل الريوز نمبر وقيم هذه الكيرفات هذينا يمثل قيمة ابسلون على دي والكولم هذا يمثل لي قيمة الفريكشن فاكتور فمن خلال المعلومه بتاع الريوز نمبر قيمه هذه مثلا الريوز نمبر نطلع بها عمودي لحد ما يتقاطع مع قيمه ابسلون عادي اللي هي القيمه هذه لما يتقاطع مع هذه مثلا في هذه النقطه هذه تمثل لي مثلا
جبت الاسن العادي هذا الكيرف هذا الاسن العادي تساوي اللي هو طلعتها عندك 0.00375 هذا كيرف هذا لان قيمته هذه فهذا الانترست نمبر اللي هي طلعناها 1.73 والسرعه مثلا فتقطع بها عمودي هتقطع مع هذه النقطه تدير اسقاط عمودي هنا هتطلع لها قيمه الفريكشن فاكتور هذا في حاله التربت فلو هتطلع لك حوالي قيمه الفريكشن فاكتور 0.28 لما طلعنا قيمة الفريكشن فاكتور نمشي القانون بتاع البريشر دروب اللي هو في يد عادية نسرو في يد تربيع نفس القيم اللي حلناها في المطلوب A الفرق اللي هو الفريكشن فاكتور طبعا قيمة الفريكشن فاكتور تختلف على اللاينر فلو فتعطيني قيمة الدلتا B اللي هو الانخفاض في البارك الضار 1.076 في كيلو باسكال شفت قيمة البريشر دروب لازم تكون على في التربت فلو عن اللامينار فلو بحكم ان عندي سريان مضطرب يكون تدفق عالي جدا لما تيجي السرعه عاليه فحيكون عندي قيمه الدلتا بي اعلى من اللامينار